بعد أكثر من 70 عاما عاشها في عمان، ها هو بيرميناند يحكي للشبيبة قصة حياته وما عاصره من مظاهر التطور والتقدم التي تشهدها السلطنة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة. أنا مولود في بركة تحت القلعة، بيتنا من 150 سنة قديم، بيت واجد حلو، ما في كهرباء، ما في مي، ومي مال شرب. أنا خليت حمار من بركة، أنا جيب جحلة، أنا صير جيب مي من حفري هناك بير حلو، كل يوم 5 كيلومتر سير و 5 كيلومتر يجي. هذاك زمان صباح أكلوا صح وقهوة، وظهر صح وقهوة، في الليل سمك وعيش، في الليل فقط، ما في فلوس. وبعدين هذا يجي سامان من المواد الغذائية، 75% يجي من هين. أول هذا بزار وحلحليل وهذا طبخه مرق، لا يشتري كم تعرف انت ربو ريال شوية فلوس، ما يشتري خضروات، ما في إلا بصل وبطاطا. بصل يجي من هين، بطاطا يجي من هولندا، من هولندا. ووقت مركب كان حجر، ما في بطاطا إلا بصل خالي، ومركب يجي أخذ 5 أيام من هين إلى وصل مسقط، نحن 5 أيام. وطوه الحمد لله من جاي ومانير، وجاي من مولانا قابوس، نحن في ساعتين وصل هنا في بمبي إلى مسقط، ساعتين. وهين 5 أيام، وفي بحر في طوفان جون جولاي، وصندوق مال حديد، ما في هذا نمونة سوتكيس، كله مال حديد ثقيل، وشيل روم نحن نشيل يعني قوة. والواجد بنك ما في هذا الزمن إلا بنك البريطانيا في مسقط، فاحد بنك، ماشي بنكات كله أمان، ما في بنك. مساكين هذا الزمن ما يستوى شغل في أمان، وهذا كله يسيروا هالشغل بحرين وكويت، يرسلوا فلوسهم، يجي فلوس مالهم في بريد على اسم أبوي، بعدين أبوي يكره، وبعدين ودي في البيت. وفاطمة ومريم هذا جاي خط مالكم، وفي بوست أوردر. بعدين مساكين يقولوا كم ريال السويسي، أبوي يقول هذا صار 30 ريال، هذا صار 25 ريال، هذا جاي من والدك، هذا جاي من زوج مالك، وهذا كله بو في نخيل عندهم بيوت صح وبصر، عندهم بيوت مال دون. يمكن هذا سرق ولا شيء، هذا مثل يجي يخليه أمانة ريالات من الفضة، 500 ريال، 1000 ريال كيس، ويخليه أمانة عند أبوي. وقت هذا اللي عارفه نحن أبغى في ضروري بنصير مبانيان، مرة فلوس نذهب، كل ما يقول لا باك تعال باكر ما يقول. وبركة فقط 4 سيارات، 2 بيتفورد، واحد مال عبد الرحمن أربقي، واحد مال قادوم وتقولوم عجمي، وواحد مال عبد الواحد، 2 لاندروور و 2 بيتفورد. بيتفورد يأخذ 5 ساعة من بركة إلى مطرح، واللاندروور يأخذ 3 ساعة من بركة إلى مطرح. ويروي بيرميناند ذكرياته مع أفراد من الأسرة الحاكمة، معربا عن أمله في الحصول على الجنسية العمانية. من عيالنا ما حد حصل، ليش؟ سيد ماجد جاي مسكين كل يوم يجي عندي، قال بقت أعطيني جواز مال كله، إن شاء الله بجيب هالكم أنتو رخصة مال جواز عماني. وهذاك ليلة مسكين مات، أنا أبغى أعطي اليوم ثاني جواز كله مال أخواني وهذا كله، لكن هذاك ليلة مسكين وفي. بس هذا نصيب، نصيب مالي. سيد محمود والي في بركة، سيد محمود أبو سيد تركي وأبو سيد فحد، زين سي حرب ثاني سيكند وورد وور، ما تعرفوا أنتم مال هتلر. ما في كل داخل بلاد. وان بعدين أبوي عنده صح وإيش بطل بخار، مكتوب في هذا سيد محمود كاتبينه، هالكل واحد شوي شوي إيش شوي شوي صح بلاش. سيد تويني نانا وقت يجي في مركب، سيد تويني وسيد تركي يجي، أول ما في كمبيوتر وهذا كتب كله هذا خلاف، هذا ما خلص كلام مال سيد تويني وسيد شاب. سيد شاب واجد هو بابوي، سيد شاب هي واحد خير عنده عند سيد بن تيمور في صلالة،
خيل أسود تو كيبل سوي وقال سيد خلي عندكم في بركة وربطه تحت الشريش تحت قلاة واحد شريش وكل يوم إني وأخوي يعطي ماي وطعم وحصلنا أنا كل شهر 5 ريالات مال طعم مع من خزينة وخلينا كم سنة عندنا وقال خلي بالكم قال سيد شعب أني ركب حد عليه وهذا مال سلطان سيد سيد هذا خلاف قال ميجر تونسي حال أبوي وقت وطلع فوتو هذا الزمان عنده كاميرا طلع فوتو رسلوا على سيد سيد صلالة هو سيد سيد شاف قال هو نمرة واحد سيلو بنيان سيد كاكو مو يبغى قال سيدنا أبغى رخصة واحد مال لاند روفر بجيب أغراض من مطرح إلين بركة وخلاف من هين جيب فلوس ما عندي 18000 روبية يعني صرت مع موصن هيدر درويش هو وكيل مال لاند روفر موصن أبغى لاند روفر قال إيه لكن فلوس يعني هذا الزمان يعني صباح أخوان كله شغل ما في شيء منهم يشتغل مساكين ما حد 300 روبية ماشي زين موصن قال ما علي أنتو دفع كل شهر 100 روبية وبعدين كذاك نحن دفعنا 18000 روبية وبعدين خلص صار حالنا سيارة كل عيد نحن بنيان 15 بنيان نحن سير ربا خابر مولانا في العيد ما بين من جاي قابوس كلهم مستريحين الحمد لله أنا أقول على أولادي يا ليت كان ما أتوقع يجي شارع قصوا بيت مالي شلوه من هناك لكن كان ما شلو هنا أبغى أسوي بيت صغير هناك ودكان صغير مواد الغذائية ولا مواد البناء وبس أعيش هناك في بركة هنا عجبني واجد بركة واجد عجبني من مو مولود هناك ناس واجد زين ملومان يبغوا حب ما يبغوا شيء ناس ملومان يبغوا حب ويبغوا نية سير سيدة هذا اللي بياكم انتو سيدة أبو يقول في هذا كما الأمان ما في ناس هذا كله هناك ما في أنا أقول كمال مولاني أنا ما شفت رجال في عمري هذا الموني هال كل واحد هو واجد في رحم واجد أنا ما روم كلام عن مولاني والله يطول عمره الله يعطي الصحة هو بدل كله أمان كمبليت بدل بلاد وبدل ناس وتعليم يعني ما يعني شغل صغير واجد كبير شغل هذه قوة الله ما أعطينا هالمولانة والله بعده يعطي قوة هالمولانة قدام خيري طوين كلم لكن في داخل عيوني أنا ما روم كلم عن مولانة